السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من عدم وأسبغ عليه ظافر النعم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رئيس الحفلة الكرام وأساتذة العظام والضيوف الكرام وأخواتي العزيزات، في هذه الحفلة السعيدة، موضوعي في هذه الحفلة السعيدة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيها الأحبة المسلمون، نحن ما خلقنا في هذه الدنيا لننشغل بطاعة الله، بل الله تعالى خلقنا ليأمرنا بطاعته، وهو الرب المعبود. أعد الجنة لعباده المؤمنين وأعد النار وما فيها من عذاب أليم للذين كذبوا الله وأنبياءه. فنحن لسنا كالبهائم نأكل ونشرب ونسرح ونمرح كالأنعام. نحن لسنا كالبهائم للأكل والشرب والنوم، بل الله تعالى خلقنا ليأمرنا بطاعته وينهانا عن معصيته. فإن من لم يعرف هذا لم يعرف ما خلق. أليس الله تعالى يقول في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، يكفرون أولئك الذين ما عرفوا، فتراهم ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغضب كل تعطيك جبات سخاء بالأسباب تيفة من بين وحمار من نحار عارف بأمر الدنيا متاثر بأمر الآخرة. وهذا السيف من الناس كثيرة. والله يقول: وقليل من عبادي الشكور. أحبتي في الله، والله تعالى علم أن من عباده المسلمين من سيكون وليا لقيا صادقا، وأن من عباده المسلمين من سيكون عاصيا فاسقا مذنبا. ومن الناس من يعصي الله في عينيه، ومن الناس من يعصي الله في أذنيه، ومن الناس من يعصي الله في يديه، ومن الناس من يعصي الله في رجليه. والله يقول في سورة الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الناس من يعصي الله الإنسان، كنا يقول في سورة القمر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحبتي في الله، أما المسلم الكامل التقي الصالح هو الذي علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون باللسان بولده. أما المسلم الكافر هو الذي كف عداه للمسلمين دون المسلمين، فلا يؤمن بغير حق ولا بلسانه ولا بيده ولا بغير ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الأذى يوم القيامة. أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ بلى، هذا فيه بيان معصية الأذنى. أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن العين النظر؟ بلى، هذا فيه بيان معصية العين. أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ولده؟ بلى، هذا فيه بيان معصية الإنسان. فلا أذنى الإنسان، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واحرص على أن تتنفذ من ذات الآخرة قبل أن يفاجئك ملك الموت. فإن عبرانيه لم يستأثر على أحد، لا يترك صغيرا رضيعا كما لا يترك رجلا سفيحا قضيا. فيأخذ الشيب والشيوخ والعجز والمرض في المستشفيات. فكم في صحيح المعنى من غير علة، وكم من أحفاد مات قبل أسنانهم فصرفوا تحت التراب وعاد إليه مراحهم، فإنهم ليسمعون قرأ دعائهم
إذا انصرفوا أتاكم ملكاني أسوداني أعطاني جبار يبكي مغنيا قم تأكل كيرا فيعيداني فيدلساني فيسألاني من نبيك أي مسلم لو مات مقطوع اللسان يقول ربي الله وديني الإسلام ومحمد نبيه صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى والذي مات فيقول فأما الذين كذبوا الله ورسوله وعاندوا القرآن العظيم فيأتيهم ملكان أسودان أردقان فيقولان لهذا المكذب ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول لا أدري كنت أقول كلهم الناس فيقولان له لا غويت ولا تلهت فيضربان به بمضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من حوله مرة كسوته أيها المسلمون اعملوا عملا ينجيكم من عذاب القبر اعملوا عملا يقيكم من هوام غبار الحشرات اعملوا عملا ينجيكم من السؤال بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ارتحل في الدنيا مثمرة وارتحل في الآخرة مثمرة فلكل كائنة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا أمل أخيرا أسأل الله أن يمجد من عذاب القبر ويوفقنا أن نستعين للآخرة ويدخلنا في جنة الفردوس الأعلى آمين تقبل رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.